حبيت ابو الشمس من الطف المقام. لا احنا علماء. علماء كل العيلة علماء. ما شاء الله كل عيلتكم علماء. يا سعد لو تشوفه جبالي في شايف. كوكب عشا برعاية الكلحة جراند الشارقة، بنزين سفرة رمضان. كيف حالك؟ تمام. شو أخبارك؟ الحمد لله. عارفين عليك أول شيء. أمل أبو عرقوب. طيب أمل. برنامجنا عبارة عن 4 أسئلة، كل سؤال عليه جائزة. تمام. إذا بتوصلي لآخر سؤال بتأخذي كل الجوائز، إذا ما بتوصلي تخسري. ولا جائزة. ولا جائزة. هيك. ما هو سري مكتب توظيف عاملات من الفلبين الإيد اليمين لبابلو سكوبار الرئيس؟ الإيد اليمين لسكوبار. صحيح. طيب يا سلام. صح عليك. طيب الله يسعدك. أين تقع الألف جزيرة؟ القطب الشرقي ولا المحيط المتوسط ولا مربع برمودا؟ ألف جزيرة؟ مربع برمودا. ما جانب مثلث برمودا يعني اللي هو محيط مثلث برمودا. هناك صح. صح. أقرب كوكب للأرض شو اسمه؟ كوكب زمردة، كوكب الشرق، كوكب انتريبل. زمرد. صح. صح. حلو. صح. طيب. التنفس اللاصناعي يلعب دور أساسي فيه رئة المريض، إنتاج الخميرة، حجم جرة الأكسجين. رئة المريض. صحيح. والله يا هاي متحفز على لحالة. لماذا سمي الطائر مالك الحزين بهذا الاسم؟ أكيد طائر نورس. مالك الحزين. ماشي. لأنه يفقد أبوه وأمه عند ولادته. يعيش في لندن مدينة الضباب لأنه طبيعته بطير وحداني. أكيد لندن. صحيح. طيب. أنا نازل ورا بعض بدون مراوغة حتى. أين يقع نهر الشارلستون؟ في الليجرا، في غابات العريضة في نيودلهي، في بحيرة الفرست الطويلة. نيجرا. الليجرا. النيجرا. صح. طيب. بتجاوب هيك. مما يصنع الحبر الجامد؟ أنا. الألمنيوم، ثاني أكسيد الكربون، أو الأسبرتوس؟ أسبرتوس. صح يا ولا. الله عبود. إن شاء الله. إن شاء الله. حبيب. تعليم لك تخلص المقابلة. تصوير وقصة وهيك يعني. حبيب. سمحت. خلاص شكرا. طيب يلا السؤال الثاني. عاد لا اشوف الكاميرات. اوكي خذ راحتك. يعطيك العافيه حبيبي. الله يسعدك. من وين تعرف هاي المعلومات؟ معروفه. معروفه من دراستك ولا من الفيسبوك ولا من وين؟ احنا بالعيله هيك اتليب بالضبط. حكيت لك اياها. بتعرفيها؟ عمق بحر جزر كوكو شانيل 35 متر، 40 متر او 60 متر؟ 60 متر. صحيح. زاد في شباب معها. لو عملنا سباق. ايوه. بين ارنب ماكل وثعلب جوعان. مين بسبق؟ اكيد الثعلب. لا حسب الارنب. ارنب ماكل. ثعلب جوعان. يمكن الثعلب او الارنب اللي ماخذ اشياء مقويه مثلا او فيتامين او شيء مفيد. ارنب ماخذ فيتامين. ارنب ماخذ فيتامين او اشياء يعني مفيده. هذا سؤال جد. طيب مبدئيا الجواب غلط. كوربا هي مدينة في تركيا ولا نوع حية أو اسم جرافي جرفاك؟ هذا هذا أنت شو عارف يا زلمة؟ والله يا بلد. طيب يا زلمة خلص هي طالع. السؤال الثالث. إيش مالك تضحكي؟ الكلحة جراند برمضان بيوصل لك الأكل سخن وطازة ولكل مكان. الكلحة جراند هوانا فلسطيني. الكلحة جراند الشارقة مويلح طريق الجامعة التعاون شارع جمال عبد الناصر المجاز 1. شو اسم الدولة اللي فازت بكأس العالم للعبة 7 أحجار أكثر من مرة؟
ألمانيا أو الاتحاد السوفيتي أو لبنان؟ لبنان. سبع حجار؟ آه لبنان. لبنان لازم نزورها. طب هم غششوك فأنت سمعت منهم فحكيت لبنان. لا صراحة أنا بعرف سبع حجار لبنان. يا ولد وحش حفوك. ما بدنا خلص. هو مع مين جاي؟ يا شاب أنت بعدين مع حبيبي. انتوا جد ولا هزا؟ اخوي اخوي هذا اخوي اخوي يا زلمه انا حاسه بالدم ما اثقل دم الدم لا لا اخوي عرفي ايش في لشك؟ ايوه طبعا اطلع عادي يعني شو يعني بطلع؟ احنا كلنا نطلع ايوه خلاص. جذر الافاعي الذي تم اكتشافه سنه 1953 في الهند ينتقل عن طريق الهواء، اللمس، الملابس المصنوعة من جلد الأفعى. الكل بيعرف إنه صار في فترة في 1953 كلنا بيحكولنا أهالينا عن هاي الفترة إنه صار في جدل الأفاعي وانتشرة. إيش؟ لحقتها. آه لا في 1953 لحقتها. طيب بتنحفي آه. المهم مش مشكلة. السؤال الأول. طب يمكن جاوب. طيب بدك تجاوب إيش؟ ما أنا بدي أعطيها الخيارات. أوكي. اللمس. 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 طب صحيح. طب صحيح. طب صحيح. لو عملنا سباق بين تمساح حلو او كنغر اعرج كنغر اعرج حلو مين بسبق الثاني كنغر طبعا اعرج اه عبود جواب غلط لو عملنا سباق بين ارنوب اه وتمساح بيوصل اسرع الارنب بس الارنب ماكل تمساح جوعان حسب الارنب شو ماكل تمساح لانه اسرع لما يكون جوعان اه طيب جوابك غلط بس راح اعطيك شانس عندك نكت اعطينا نكته بغششك لا لا ولا حكيتي انا ولا بعرفك من قبل عفوا مين انت استغفر الله لا مين لا دقيقه لا عرب لا كم كم مره بس ماشي على السور وقفت فجاه ليش ليش عرفت لا جد ليش مره بس سواء ماشي على السور وقفت فجاه ليش يمكن لقيت اكل لا خلص السور مرة ثلاث نملات نزلوا من تحت الباب تنتين مرقوا واحدة لا ليه؟ ليه؟ انت قول لي ليه؟ ناصحة؟ لا بالله عامل شعرها واكس حلوة معلم حلوة عالي مزاجي عالي كملي يا سعاد لو تشوفه شبه ليه شايف نافسات البراكع يا سعاد شايب ليه بنحب نخبرك انه هذا كان عبارة عن برنامج مقالب راح ينبث في رمضان حلو حلو والسؤال والجواب غلط بلاك غبط يعني كل الأسئلة هاي وكل أكلك عبارة عن الأسئلة غلط وكل الأجوبة أجوبة غلط مش موجودة أساساً أنا عارف كوكو شانيل ما سألوا كثير ركض عليها مبدئياً هذا كان مقلب لا سؤال ولا جواب صح في أي شيء ونوف هل مش رح يوصل هاي نوف والله يأتي لغا توصل والله انت اليوم الأكس يبني لإيه مش عارفه اسبني ليه الاكس يا ابني ليه مش عارفه اسبني ليه كوكب عشا برعايه الكلحه جراند الشارقه بنزين سفره رمضان